اهلا وسهلا فيكم اعزائي المتابعين على صفحتي على الفيسبوك والانستغرام. رح نحكي اليوم عن تمويل الارجحه، كيف بنعمل بشكل صح ان كان على السيخ الحر ولا ان كان على الكيبل. الاداء بيكون اغلب الوقت انك تطلع بهي الطريقه صح، بس الحركه بده يكون فيها ضغطه صغيره اللي هي بتصنع لك فعلا المعجزات. اللي انت وقت تطلع ما تطلع بس بشكل اعتباطي، بدك تطلع وانت داخل من هذا الطرف، شايفينه؟ هذا الطرف بده يكون السيخ الضغط منه طالع لحتى تطلع البايسبس صح. يعني ممكن تنتبهوا على شكل البايسبس انه انا عم بلعب بهي الطريقه، غير لما انا بضغط، شايفين كيف؟ تضغط من ايدك من الداخل اللي حكينا فيه، من الطرف اللي حكينا فيه، تطلع فيه وبترجع بتنزل بهي الطريقه، يعني ضغطك بده يكون من داخل الكف اللي هو هذا الطرف. جربوا انكم تتمرنوا بهذا الطرف، تطلعوا فيه، تضغط على كامل الالياف العضليه افضل ما انك تطلع بهي الطريقه. رح تفرق معك اثناء التدريب، رح يبين معك التدريب. اتمنى الموضوع يكون فاتكم. كان معكم كابتن نوري بوادر.